السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في فيديو جديد من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. نختار اللود القديم اصدقائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة والعمل اللايكات والكومنتات اصدقائي. نخرج من المنزل، نذهب لابلاغ الزعيم دول بما بالمواد التي حصلنا عليها من الكهف الصخري، من الوادي الصخري. هو الزعيم دول في بيته، ننطلق إلى بيته أصدقائي. ها نحن نقترب من بيت الزعيم دول. يجب علينا إبلاغ الزعيم دول بما حصلنا عليها من المواد. أنا أتحدث إلى الزعيم دول الآن. أخبار سارة يا زعيم، لقد أحضرنا لك بعضا من فرو توبي كذاشي. رائع، باستخدام هذا ستصبح آخر طاحونة هواء قادرة على العمل قريبا. على وشك أعتقد أن هذا كل شيء. يمكنك الحصول على آخر شيء نحتاجه في كهف الصخور المسننة. يمكنك الاعتماد على قط فيلاين الأسطوري هذا لمساعدتك في أي شيء يا زعيم. جيد جيد، اذهب إلى طواحين الهواء، سيزودك أحد القرويين هناك بالتفاصيل. حسنا، التحدث إلى القروي. نذهب إذا عند العلامة البرتقالية للتحدث مع القروي ليخبرنا بالتفاصيل حول الطواحين. نخرج إلى الألاسكا. ها هو القروي هنا. تحدث إلى القروي الآن. مرحبا، توشك الطاحونة الهوائية على الانتهاء من النظر إليها. ماذا تريد أيضا؟ أريد أن يقرصني شخص ما، إنه الأسطوري. نيا راكب الوحوش. ماذا قلت؟ أتعني قد في اللاين الأسطوري؟ يقول الزعيم أنك تحتاج أجزاء لبناء الطاحونة. أجل، المشكلة هي أنني سأضطر إلى الذهاب إلى كهف الصخور المسننة. الحصول عليها والدخول إلى هناك ليس آمنا. ولم لا؟ يوجد شيء ما هناك يهاجم الناس، لا يصدر صوتا لحذرك ثم تأتيك الضربة القاضية. ألا يصدر عنه صوت؟ هذا صحيح، كما قلت لك لن أخطو خطوة في هذا الكهف حتى يكد شخص ما أنه آمن. لن أتظاهر بأن الأمر ليس مخيفا بعض الشيء، لكن إذا اجتمعنا معا فلن يكون لدينا ما نناقشه. حظا موافقا، أجزاء طاحونة الهواء الموجودة في هذا الكهف هي القطعة الأخيرة التي أحتاجها. طواحين الهواء مذهلة حقا، أليس كذلك؟ أنهم يشعرون قوة الروابط بيننا. هل هم كذلك؟ اسأل أي شخص سيقول لك الشيء نفسه. لولا فينا لما وجدت طواحين هواء هنا أنا الآن. هيا نذهب إلى الكهف. فكرة جيدة. نعود إلى قرية إكوان مرة أخرى. نذهب إلى الحداد إذا استطعنا ترقية الدروع والأسلحة. ها هو الحداد هنا، نتحدث إلى الحداد. تشكيل أسلحة.
وحصلنا على القوس النابض أصدقائي. نختار النص للرئيس، السلاح الرئيسي لدينا. حسنا، نقوم ببيع السلاح القديم، يعني الأسلحة. نبيع نسل سكايلا. بيع عناصر، نرى إذا كان لدينا شيء نستطيع بيعه ذو قيمة. منقار غريب، منقار كربيكولان، لا يوجد لدينا شيء ذو قيمة للبيع. بيع الدروع، مثلا نشوف عضلة الحداد مرة أخرى. نختار تشكيل الدروع. أحتاج إلى جلد توبي دكداشي. الحصول على هذا الدرع، بس نبقى على الدرع اللي احنا فيه. سأوجه إلى خارج القرية. نختار وقت الظهيرة، نختار منزل متنقل، يقترب من الهدف قليلا. نختار وقت الظهيرة. ناس، هذا لا ظهر بوكي بوكي. ننطلق للأمام. التوجه إلى كهف الصخور المسننة. طريق خاطئ أصدقائي، سنعود قليلا. طريق من هنا. ها نحن نتوجه الآن إلى كهف الصخور المسننة. قال ذلك الرجل أنك السبب وراء طواحين الهواء، هل هذا صحيح فينا؟ بصراحة كان مرعوبا من فروست وفانج في البداية. إذا أتعنين أنه كان ضد عودتك؟ هذا صحيح، لكن يبدو بحالة رائعة وهو بجوار فروست وفانج الآن. كانت عملية جعله القرويين الآخرين يتقبلون فروست وفانج عملية طويلة ومؤلمة. عند عودة فروست وفانج إلى جانبي كنت متفائلة. في ذلك الوقت كانت القرية في وضع سيء حقا، حتى أن أحد الوحوش كان يعيش فيها بدت كحالة ميؤوس منها. ها هذا الوحش، ماذا سنفعل بشأن هذا الوحش؟ هذا الوحش شكله متضرر للآفة السوداء. هيا بنا فروست فانج. إنها فينا، هل عدت لمساعدتنا؟ وماذا غير ذلك؟ لقد عدت أنا وفروست فانج لنقوم بدورنا. فينا حمت القرية من الوحش المتضرر بالآفة السوداء، وحمت القرية. أنا آسف بشأن ما قلته لك، ابقي في كوان رجاءً. الآن القرويين رحبوا بأفينا ثانية بعد ما كانوا نفينا هي وفروست فانج. يمكن أن يبقى فروست فانج أيضا بالتأكيد. حسنا، سأبقى لنعد بناء قريتنا معا. لقد قبلوا وجود فروست فانج في المجتمع، لذلك بقينا. كانت طواحين الهواء هي أول الأشياء التي نعيد بناءها معا. إنهم يعنون الكثير لكوان، جاءوا ليشيروا إلى اتحادنا جميعا معا بما سالك. لذلك فروست فانج، أحب النهاية السعيدة. من هنا أصبح فروست فانج جزء من عائلة كوان. والآن إذا استطعنا أن نجعل الناس يثقون برأسه أيضا.
أعرف كيف تشعر حيال الرأس أنه عزيز عليك تماما مثلما فروستفانج عزيز علي. تريد أن يكون مقبولا، استمر في المحاولة في نهاية سيئة الناس حوله. تذكر أنه يمكنك الاعتماد علي طوال الطريق. خيزو هو الوحش الموجود في الكهف، أنا متأكد من ذلك. منذ زمن بعيد هاجمني أحدهم وأفقدني الوعد، لن يكون هذا سهلا. حسنا ننطلق. نذهب إلى قتل خيزو. كهف الصخور المسننة. نحصل على الخام ماكلايت. نستمر بالتقدم. نحاول تجنب الوحوش ونصل إلى عزيزنا خيزو ونقضي عليه. بغتتنا بعض الوحوش، سنفر منهم أصدقائي. فرنا من منهم بنجاح. هل نبحث عن خيزو في هذا الكهف المسنن لنقضي عليه. قتل خيزو، المهمة هي الآن قتل خيزو. يوجد زمتيروس هنا وبعض الزميت صغير من زمتيروس. من المزعج القضاء عليهم الآن. نحن نستمر في التقدم. نبحث عن خيزو، نحاول القضاء على خيزو. يوجد بعض الوحوش المزعجة هنا. خيزو يا خيزو، نبحث عن خيزو الوحش. خيزو، فلنقضي على خيزو. ولكن لا يوجد طريق مسدود هنا. يوجد صندوق، فلنرى ماذا يوجد بالصندوق. نقطة ضعف أم. هذا هو ما وجدناه في الصندوق. نعود أدراجنا مرة أخرى ونذهب للبحث عن خيزو. ولنرى إذا كنا باستطاعتنا إيجاد خيزو والقضاء عليه، أم هو سيقوم بالقضاء علينا. يا صديقي، بناء على شدة وقت شبابي، يوجد شيء ما بانتظارنا. هو الطريق من المحترس، يمكن أن يكون خيزو.